مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة الاستطلاعية التي من خلالها نتعرف عن الدور المناط بالقوات البحرية هنا في مدينة عدن، في مديرية التواهي بالتحديد. نحن هنا في هذا البحر حقيقة، وبدء التدشين العام التدريبي الجديد 2018. إذا جولتنا الاستطلاعية ستكون حول ذلك العام الذي سيشهد إن شاء الله نقلة نوعية لكل المهام المناطة في القوات البحرية والدفاع الساحلي، وذلك من خلال الجاهزية القتالية والدفاع عن السواحل اليمنية وأيضا الإقليمية والدولية وبجميع منتسبي القوات البحرية. إذا مشاهدي الكرام، نجاحات تتحقق في القوات البحرية، لن نطيل عليكم، ولكن تعالوا بنا مع هذه الجولة الاستطلاعية التي أعددناها، وذلك بدءا لتدشين للعام التدريبي الجديد 2018 وما سيحققه إن شاء الله من نجاحات للقوات البحرية هنا في عدن. تعد القوات البحرية والدفاع الساحلي أحد فروع القوات المسلحة اليمنية التي تم إنشاؤها في عام 1990 للميلاد، بعد توحيد اليمن ودمج القوات البحرية الشمالية والجنوبية تحت مسمى واحد. وتشمل مهامها حماية الشريط الساحلي ووحدات بحرية عائمة ووحدات دفاع ساحلي ووحدات مشاه بحرية، حيث دشنت بميدان القاعدة البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن المرحلة الأولى من العام التدريبي القتالي والمعنوي للعام 2018 للميلاد، الذي شهد هذا العام تقاربا كبيرا في جميع الوحدات العسكرية والأمنية، الذي يعكس مدى الروح المعنوية والقتالية التي يتحلى بها جميع منتسبو القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، وكاد تحقيق العديد من الانتصارات والنجاحات على صعيد القوات البحرية والدفاع الساحلي ولبقية الوحدات العسكرية، إضافة إلى إعادة وصيانة وترميم مبنى قيادة القوات البحرية وبعض المكاتب، وأكد تجميع منتسبي القوات البحرية والاهتمام بالقوة البشرية من ضباط وجنود وترتيب أوضاعهم العملية والخدمية. طبعا اليوم هو تدشين العام التدريبي للقوات البحرية والدفاع الساحلي أسوة بوحدات القوات المسلحة كافة، وهذا التدشين يعتبر بداية لبدء تدريب القتالي والعملياتي والعهد المعنوي للقوات المسلحة والقوات البحرية بالذات. نحن في القوات البحرية والدفاع الساحلي نحاول بقدر الإمكان إعادة جاهزية القوات البحرية وفق الإمكانيات المتاحة لنا، وطبعا نحن ساعين في كثير من إعادة جاهزية الوحدات البحرية سواء السفن والزوارق، وكذلك إعداد جاهزية الوحدات البشرية والقوى البشرية. هناك في تعاون كثير سواء مع أخواننا في القيادة السياسية والعسكرية وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. عملنا كثير في الجانب هذا من خلال جهاز الزوار في دول الجوار وترتيب وإعادة القوى البشرية وتوفير الإمكانيات المتاحة لنا في القوات البحرية والدفاع الساحلي. منذ بدء طبعا عاصفة الحزب ونحن متواجدين في القيادة البحرية وقيادة التحالف وعملية المشتركة، ولنا كثير من اللقاءات في القيادة البحرية في الدول التحالف العربي وبالذات في المملكة العربية السعودية، وقدموا لنا كثير من الدعم، ونحن لازلنا في أطار التواصل معهم في تقديم الدعم اللازم لإعادة القوات البحرية والدفاع الساحلي للقيام بمهامها في حماية شريطنا الساحلي من التهريب ومن كافة الأنواع والآفات الحاصلة في الشريط الساحلي اليمني. طبعا معروف مهام القوات البحرية والدفاع الساحلي هي حماية الشريط الساحلي وحماية المياه الإقليمية اليمنية وحماية الأمن البحري. وفق خططنا وفق برامجنا وفق توجيهات القيادة السياسية والعسكرية، نحن نسعى جادين إلى القيام بمهامنا على أكمل وجه إن شاء الله وإعادة جاهزية البحرية إلى مستواها المعهود. تمتلك القوات البحرية والدفاع الساحلي عدة قواعد عسكرية بحرية، منها قاعدة المكلا البحرية في المكلا بحضرموت وقاعدة التواهي البحرية في عدن،
حيث تعرضت هذه القاعدة العسكرية البحرية للنهب والخراب والدمار من قبل تلك الميليشيات الإيرانية الحوثية، حيث تم نهب المعدات والقطع البحرية. دشن هذا العام بداية مع كافة وحدات القوات البرية المتواجدة في المنطقة الرابعة في معسكر بدر قبل يومين، وأنتم أعتقد كنتم خير شاهد على ذلك. واليوم نشارك أخواننا في القوات البحرية والدفاع الساحلي بدعوة كريمة من الأخ والزميل اللواء الركن قائد القوات البحرية، لنشارككم هذه الفعالية التي ندشن بها عامنا التدريبي بعد أن أنجز العام التدريبي 2017 ونفذت كافة المهام التي أنيطت بالقوات المسلحة، ناهيك عن الأعمال القتالية الجبارة التي جميع الأخوة المتابعون يشاهدوها في كافة الجبهات من انتصارات، سواء كان باتجاه مأرب باتجاه بيحان، والتي كانت هي منعطف تاريخي في الحرب بشكل عام كاملا، وباتجاه البيضاء تتقدم القوات ناهيك عن بقية الجبهات الأخرى في اتجاه بكيراس والضالع وكذلك الساحل الغربي. على العموم القوات المسلحة وفقا لتعليمات فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ستقوم بتنفيذ مهامها المكلفة بها في هذه الوثائق التي ذكرتها سابقا، وكذلك مهامها القتالية، وإن شاء الله نقدر أو بعد بعون الله سبحانه وتعالى وتعاون جميع الزملاء على في كافة الوحدات، وكذلك بتعاون الأخوان في دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، سيكون العام 2018 هو عام النصر إن شاء الله والقضاء على تلك القوى الإنقلابية المتمثلة بالحوثيين الإيرانيين، وإنه لنصر قريب. يأتي هذا العام الجديد عام 2018 الميلاد عام النصر، وقواتنا المسلحة تعيد ترتيب نفسها وأوضاعها من جديد. العام التدريبي القتالي والمعنوي 2018 الميلاد، حيث دشنا بعرض عسكري لجميع الوحدات العسكرية للقوات المسلحة، ومنها الوحدات العسكرية البحرية التي رسمت لوحة جميلة لمدى التلاحم والتماسك والحضور، الذي من خلاله أكد أنهم على أتم الاستعداد وبمعنويات عالية ومهارات فن القتال للدفاع عن الوطن. وإنه عام مليء بالحماس والشجاعة والمعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها جميع منتسبو الوحدات العسكرية البحرية. القوات البحرية والدفاع الساحلي تهتم اهتماما متعاظما بالمجندين الجدد وتدريبهم وتوزيعهم على كافة وحدات القوات البحرية، كما تهتم بالضباط من خلال ابتعاثهم للدراسة لدورات خارجية، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرسة التابعة للقوات البحرية والدفاع الساحلي الذي بصدد تجهيزها تجهيزا كاملا، التي ينهل منها جميع منتسبو القوات البحرية ضباط وصف وجنود المفاهيم والإرشادات والمعلومات وكل ما يتعلق بالجوانب المعنوية والقتالية للقوات البحرية، وكيفية تنفيذ أي مهام تسند إليهم بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، باعتبار أن القوات المسلحة هي صمام أمان لحماية الوطن، وهي الصخرة الصلبة
التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس التي تحاك من قبل أعداء الوطن. كما تم افتتاح الصالة الرياضية في مقر قيادة القوات البحرية التي تحوي على العديد من الألعاب الرياضية، وذلك للياقة البدنية الرياضية والقتالية التي يتحلى بها جميع منتسبو القوات البحرية والدفاع الساحلي. قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبد الله سالم علي النخعي قام بجولة استطلاعية بحرية من خلال ما تمتلكه تلك القوات البحرية من زوارق بحرية حربية مدفعية بعد أن تم إعادة ترميمها وتجهيزها واستعادتها من جديد من جيبوتي وجيزان، وكذلك زوارق فيبرغلاس التي أصبحت مجهزة لتنفيذ أي مهام يسند إليها. وهناك ما تم تدميره من الزوارق البحرية تدميرا ممنهجا من قبل تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإيرانية، لكي لا تستطيع هذه الزوارق البحرية تأدية مهامها البحرية للدفاع عن السواحل اليمنية والسواحل الإقليمية والدولية. وكل ذلك تم تجاوزه من خلال مدى التلاحم والتكاثف التي يقومون به أولئك الأبطال الأشاوس ومعهم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ودول التحالف العربي. وتم بحمد الله ونعمه إعادة القوات البحرية والدفاع الساحلي إلى الجاهزية، وها هي اليوم تخوض معارك عنيفة في الشريط الساحلي الغربي ضد ميليشيات الحوثية الإنقلابية الإيرانية. مهام الزوارق هذه هي حماية السواحل اليمنية، تنفيذ المهام المرافقات البحرية لحماية سفن النفط والسفن التجارة في ميناء باب المندب إلى حدود عمان، ومهامنا كمان مكافحة التهريب والقرصنة في البحر. هي أساسا هي مهام أساسا مهامها هي حماية السواحل وتأمين الأمن البحري في البحر العربي وخليج عدن. المهام العملياتية للزوارق هذه هي حراسة وحماية المياه الإقليمية والشواطئ، مجهزة الحمد لله، مجهزة بالتسليح المناسب والوسائل الإنذار والرادار موجودة، مجهزة تجهيز كامل، هذه وسائل الاتصالات وسائل الإنذار المبكر كمان. في حالة عطل في هذه الزوارق كيف تتعاملون؟ الحمد لله يوجد لدينا فوق الزوارق مجموعة من الفنيين المتخصصين سواء في الزوارق أو في المرشاة المركزية، يعني إذا حصل أي خلل في البحر موجود الفنيين من أطقم الزوارق الذين يقدروا يعالجوا الخلل الفني في البحر، وعند عودة الزوارق إلى الميناء يتم إصلاح العطلات الكبرى في الورشة المركزية في عدن. عندنا فنيين متخصصين على أعلى مستويات. القوات البحرية هي إمكانيات، وبالفعل نحن محتاجين لإمكانيات من حيث الوقود، من حيث قطع الغيار، من حيث الصيانة. نحن محتاجين كمان القوات البحرية من غير حوض، إذا لم يطلع جانب فني وجانب متخصص، إذا لم تطلع الزوارق سنويا الحوض تقل جاهزيتها، تقل سرعتها. ولهذا نحن قد البحرية هي إمكانيات، متى توفرت الإمكانيات المادية سنقوم بأعمالنا ومهامنا على أكمل وجه. اليوم اللواء الصاروخي يدشن المرحلة الأولى من العام 2018 التدريبية، وكل من ضمن القوات البحرية والدفاع الساحلي يقوم بهذا التدشين لكي وذلك للارتقاء بالتدريب الفني والميداني والبحري لقوات اللواء الصاروخي البحري. الأهمية لهذا التدشين ما هي أهمية ذلك؟ الأهمية للتدشين هذه يعني في البحرية في الذات كل سنويا نحن نقوم بهذا التدشين، وذلك لتعزيز التدريب العسكري
والبحري للقوات البحريه والدفاع الساحلي و لحماية السواحل اليمنية، المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية للدولة. وطبعا هذا العام هو عام عظيم، وقد يعني تمت انتصارات كبيرة على القوى الانقلابية الحوثية العفاشية الذي عبثت باليمن، أدخلت اليمن في حرب عبثية لا 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 شيء لا فائده منها. واليوم الانتصارات متواليه، وقريبا سينتصر اليمن على هذه العصابه الارهابيه. وفي هذه المناسبه اود ان نرفع يعني ازكى التحيه للرئيس القائد المشير عبد الرب منصور هادي، رئيس الجمهوريه والقائد على القوات المسلحه. ومن ضمن المهارات المعنوية والقتالية مهارات السباحة، الغطس لجميع متسبي الوحدات العسكرية البحرية، وهي من مهام القوات البحرية. وباستعادة هذه الزوارق البحرية الحربية المدفعية وإعادة ترميم وتأهيل مبنى قيادة القوات البحرية وفق أحدث الإمكانيات والتقنيات الحديثة، ستتمكن هذه القوات البحرية من حماية السواحل البحرية والإقليمية والدولية وكل المخاطر التي تهدد هذه السواحل من أعمال القرصنة، إضافة إلى مواجهة الإنقلابيين الحوثيين الإيرانيين بالتصدي لجميع أعمالهم الإجرامية والدفاع عن كرامة وعزة الوطن واستعادة الدولة وبناء الدولة الاتحادية التي يتطلع إليها كل مواطن يمني. إلى هنا مشاهدين الكرام، وبهذه الجولة الاستطلاعية التي استطلعنا من خلالها جولة بحرية حقيقة للقوات البحرية وعن تدشين عامها التدريبي الجديد 2018، نتمنى أن يكون هذا العام عاما يشهد بكل النجاحات لكل المهام المنوطة بالقوات البحرية والدفاع الساحلي ولكل منتسبي القوات البحرية. نشكركم على حسن الصغي والمتابعة لهذه الجولة البحرية في القوات البحرية، نلتقيكم إن شاء الله في جولات قادمة. حتى ذلك الحين لكم تحياتي، أنا روى عصمت وكافة طاقم العمل، وفي أمان الله أستودعكم.